الكلام هنا على كبير، اصحى للكوربن بلو بس هنعملها المره دي مشويه. ركزي بقى في التتبيله عشان عملنا بزبادي المراعي احلى تتبيله ممكن تعملها للفراخ، وكمان عامل لها حشوه من جوه وهميه. بص الجمال، اصحى للجبنه، شغل فاخر من الاخر. والطعم ايه الجمال ده؟ لا تقاوم. خش في الموضوع، 4 صدور فراخ بيكونوا حجمهم صغير، نبدا ناخدهم ونشيل منهم اي فاتس يبقى موجود فيهم. بعد كده بقوم واخد عند السكينه او الفراخي هو يفتحها لك ويبططها لك عشان ما تتهريش منك، ونجيب عندنا استرتش او كيس ونقوم حاطين عندنا اول صدر عندنا، ونبدا بالحته الخشنه ديت نفتح المسام بتاعتها الاول، وبعد كده بالمبط الناعم نبدا اللي احنا ننعمها عشان ما تتهريش مني وتطلع عندي بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. نحضر بقى التتبيله العالميه، بصلتين 2 مبشورين، طماطميه مبشوره، وبعد كده بقوم واخد عليهم 2 معلقة من الصويا صوص، وشويه بابريكا، وشويه فلفل، وشويه ملح. واستخدمت في التتبيله علبه من زبادي المراعي، استخدمت العلبه الصغيره لانه من افضل الزبادي اللي ممكن تستخدميه في التتبيلات وفي الطبخ، وكمان الزبادي المراعي تلاقيه ماسك نفسه، وكمان هتلاقي القوام الكريمي برضو موجود فيه. اخر حاجه في التتبيله بضيف 2 معلقة من زيت الذره ونقلب 2 معلقة، وكده التتبيله تكون جاهزه معايا. نجيب بقى عند صدور الفراخ اللي احنا بدانا نفردها ونحط فيها التتبيله من جوه، دي اهم حاجه. بعد ما فردنا التتبيله عليها كده من جوه، نجيب عندنا روز بيف او اي لحوم بارده عندك وجبنه. انا حطيت شريحتين وشريحتين، بس اهم حاجه تقفلي من تحت ومن فوق باللحوم البارده مش بالجبنه، الجبنه تبقى في النص، ونطبق الكلام ده كله مع بعضه وناخد بالنا من الحركه دي. بصي بلفها كده، افضل الفها كده بايديا، وبعد كده اقوم قلبها على الناحيه الثانيه، وبعد كده ببطن ايديا وابدا ابططها زي البرجر بالظبط. لازم ابططها كويس قوي. بعد ما عملتها بصي بقت شكلها عامل ازاي، نبدا نحطها في الطبق ده وعلى الفريزر نص ساعه. بعد كده نقوم جايبين عندنا بطاطس عشان نحضرها للتحمير وتكون سميكه شويه، ميه فيها تلج، نحط فيها البطاطس ربع ساعه، وبعد كده ننزلها زيت سخن. تطلع معايا محمره اوعى اللون الذهبي الجامد. وهي طالعه كده نديها رشه ملح وتبقى جاهزه معايا. تعال نجيب عندنا الفراخ ونبدا نحطها هي بعد ما تطلع من الفريزر 2 بالظبط، ونحط عليها التتبيله كده من فوق، ونبدا نحضر عندنا الطاسه او الجريلا اللي احنا نبدا نشوي عليها. 2 معلقة زبده وشويه زيت، وبعد كده ناخد واحده واحده ونبدا نشوي احلى فراخ في الدنيا. فرجع على الجمال، ولسه في تكه هنعملها دلوقتي. 2 دقيقتين كده او 3 دقايق ونبدا نلبق على الوش الثاني، واهم خطوه بقى لازم نغطيها يا جماعه حوالي 10 دقايق. بعد كده بنقوم شايلينها ونقوم جايبين عندنا فحمايه حطينا في النص وشويه زيت وغطي يا باشا. اوعى وشك. نبدا نقدمها عندنا على الطبق بتاعنا، وجنبها شويه البطاطس اللي عندنا وشويه البهاريز دول يا باشا، ده اهم حاجه في الدنيا. نفتح، اوعى وشك. بص اللحوم البارده من جوه عامله ازاي مع الجبنه السايحه مع الفراخ المشويه، شغل عالي قوي. تعالوا نجرب بقى. بطاطسيه مقلمشه مفرنه عليكم.